هو طبعا ممثل سينما ومسرح، في يتم حكي كثير كثير وقلبه ملان. بدنا نتعرف عليه عن قرب ونسمع منه. فلسطين البلد اللي تربيت فيها 17 سنة، اللي عشت فيها وعانيت فيها من 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 ظلم الاحتلال ومن ظلم المجتمع في نفس الوقت. ليش سميه قصداً؟ ما بدي اسميه قصداً. يمكن هم شافوه يعني كول، عرفت علي كيف؟ انه والله احلى تكون مارسيلو، احلى ما تكون جهاد، لانه مارسيلو مقبول اكثر واكثر من جهاد. من هاي الناحية مش مقصود، ليش سميه مقصود، ولكن بدي اسميه يمكن صار بعدين مقصود. كانت الان الانسب الكورس وقت تقول في هاي ستو، والله ايش هاي جهاد تعمل صدقا يعني ال 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 بعرف الموديل اللي بصير بالشكل هيك بتصير وجه ثاني. فانا نعم يعني كاني تقوم تضربني او تقلعني نعم. بالصف. فانا صراحه انا يعني اخذت على خاطري انه يعني ايش، انا وين الغلط؟ مين دوله في العالم ما بتدافعش عن نفسها، او مين انسان بالعالم بلا دين؟ حط الدين على على حدة تماما. احكي لك، حط الانسان كله على حدة. حيوانات، حشرات، اذا هاجمت هذا الحشرة او اذا اعتديت عليها بتدافع عن نفسها، وهذا الرد رفع رد فعل الطبيعي. ممتاز. طيب هلا بدي الهدف منه. الهدف هو كل الحكي معه هذا كله لسه بدنا الهدف. الهدف زي ما حكيت بالاول انه في شغله مهمه بالنسبه لي، كانت توضيح سوء الفهم الموجود على كلمه جهاد، مش بس على كلمه جهاد، على كثير شغلات اخرى. زي ما حكيت بالأول، تنازل عن اسمي وتنازل عن هويتي، يعني خلص قناعات ما في مجال. ما في مجال. زي ما حكيت دائما في العروض بحكيها، بدي أعيش جهاد، بدي أموت جهاد. جهاد، أنت عندك كثير مشاكل بإقامتك. نعم. وهذا الشيء وجع صراحة، أنا أثر فيني وقت اللي عملت معك أول شيء، أول لقاء ترى تحضير الحلقة. نعم. حكيت لي كلام كثير أثر فيني الصراحة. يعني شو رأيك نعرضه للجمهور حتى يسمعوا؟ فلو كنت صاحب قرار بحاول قدر الإمكان أعمل أشياء اللي تسهل حياة الناس، مش اللي تعقدها وتصعبها، لانه كفايه، لانه كل لانه احنا شباب، نفترض احنا شباب في سن اللي لازم ننتج فيه. لما تكون هيك امور معقده في حياتنا وهيك عقبات وصعوبات في حياتنا، كيف نتوقع ننتج وكيف نتوقع نشوف المستقبل بشكل مشرق؟ اصدقائي واحبائي، انتظرونا في حلقه جديده من برنامج نور شو 2 الموسم الثاني. حكينا في البرنامج يعني شغلات أنا بأمن فيها، وحكيت جزء من قصتي وجزء من حياتي في النمسا، وطرقت لبعض الأمور اللي إن شاء الله يعني بتأمنها تتحقق في المستقبل، وإنه تصير الناس إنه الإنسان يرجع يتذكر إنه إنسان وآخرته، يعني مهما عشت، مهما كنت فقير غني، مين ما كنت تكون، رح ترجع في الآخر القبر. فالموضوع انه يعني مش عارف كيف اعبر عن مشاعري، مرات بكون حسيس يعني الكلمات ما بتوصفها. كل اللي بتمناه ان شاء الله الامور تتحسن في العالم لكل الناس، لكل البشريه، وانه نرجع نتذكر انسانيتنا، ونرجع نتذكر ان اهم شيء بيعمل لك قيمه هو انسانيتك فقط لا غير. مبسوط اني كنت مع نور في البرنامج اليوم، وحكيت اشياء، شارككم باشياء شخصيه واشياء من حياتي، وإن شاء الله نكون أزعجنا ولا إنسان، وإذا صار أي خطأ هو غير مقصود سامحوني عليه، وتصبحوا على خير. انتظرونا مع جهاد الخطيب في حلقة جديدة.